وراكل تصوير أوبتيك، وراكل أوبتيك فيزيون، وراكل تصوير عين تنظرك باسيون، كل تصويرة ترجع بك الوقت وتعيشك لحظة معينة. La 6e édition du festival Jao célèbre la photographie. تلقوا فيها أكثر من 150 غزرة، الأكثر من 100 أرتيست من أكثر من 40 بلاد. شوفوا أعمالهم وأفكارهم في 15 إسباس أرتيستيك. والأول مرة في تونس، فيستيفال جو يخرج من القاعات للشارع في أكبر إكسبوزيسيون بوبليك أسيال وفير في شوارع العاصمة. الدورة السادسة زادة لقاءات ونقاشات، مسرح، دانس، سينما وموسيقى. موعدنا من 26 أكتوبر 2022. عيشوا معنا الدورة السادسة من جو فوتو.